ابو بكر كان وين ابو بكر وين انت قلت لي هذا الوقت اي اسمع الحين انت قلت لي كان ابو بكر مع الرسول في الغار افهم افهم ايوه افهم ابو بكر كان في الغار مع الرسول اسمع اي صح وانزل الله لماذا لم ينزل الله السكينه على ابو بكر يلا جاوب لماذا لا الله لا 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 لا, 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 لا لماذا قال الله في القران الرسول قال لا تحزن ان الله معنا لابو بكر معناته الله كان مع الرسول ومع ابو بكر هذا مو دليل جزئي ان الله معنا ان الله معنا لا تحزن وشو معنى لا تحزن ولك لان الشخص لا تحزن ليش لا تحزن ان الله معنا لان الشخص الذي مع ابو بكر كان مع النبي كان غير مؤمن او تو دخل للاسلام ابو بكر لماذا لان سماه بالصاحب لحظه ابو بكر لان صحابه اسئله لان سماه بالصاحب القران حينما يسمي واحد صاحب معناته غير مؤمن لا انا لا لا, لا. معناته غير مؤمن صاحبكم بمجلس من هو صاحبك شو صاحب هذا من هو صاحبك هو شو صاحب هذا وما صاحب يا صاحبي السجن من هو كفار صاحبكم كفار اذا الله كان يكون مع الكفار ان الله معنا ابو بكر كافر معناته الله الرسول قال لا غبي والله كلامك صادم لا 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 إنسان غير مسلم صح هل يكون مع هل يكون مع أبو بكر هل يكون وهل يكون مع أبو بكر الله وهل يكون مع الله أبو بكر مع أبو بكر وهل يكون الله مع أبو بكر حبيبي قاعد أقول لك أنت قلت لي وأن أبو بكر كان كافر غير مؤمن وهل يكون مع الرسول انت قلت لي لا انت قلت لي انت قلت لي انسان غير مسلم صاحب انت قلت لي صاحب انسان صاحب دائما في القران غير مسلم كيف يكون مع الرسول شخص كافر والله يقول في القران لا تحزن ان الله معنا وكيف يكون مع الرسول انسان كافر يهجر مع الرسول مستحيل كلامك كلامك مستحيل يعني هذا بابا الرسول قال المرء على ديني خليلي فلينظر احدكم يعني الى من يحالي فكيف يكون مع الرسول صاحب يعني شخص خبيث وكيف الرسول كيف يكون عند الرسول مع الرسول انسان انسان غير مسلم كلامك يعني ما موجود يعني الله ما يوجد اذا كان مع النبي الله قال وهل يقول الرسول على وهل يقول الراس وهل يقول الرسول على شخص كافر لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا كافر مستحيل الله يقول لا تحزن ان الله معنا مع الشخص كافر مستحيل كلامك فاضي اخوي الله موجود مع الكافر ومع المسيحي ومع اهل الكتاب ايش يقول لا تحزن وين ما كان والله يقول هويني اي قران اي آية في القران حيث قال الله على الكفار لا تحزن انا معكم اعطيني دليل اعطيني دليل في اين الله في اين في اي القران اي ايه حبيبي هي هاي الايه الله يقول مع الكفار يقول للكفار لا تحزن انا معكم مستحيل كيف يكون مع الله كيف يكون الله مع شخص غير مسلم مستحيل
والله يقول مع الشخص كافر لا تحزن ان الله معنا. كان معاه ولا لا ما معاه؟ يوسف كان مسلم. كان مسلم، كان بالسجن. يس. كان الله موجود وياه ولا ما موجود وياه؟ هو مسلم. مسلم. مع الله. يعني الله معه. الله كان معه. الله كان معه. ايوه. وبالسجن كانوا اكو كفار، والقرآن يقول يا صاحبي السجن. انت ما بتفهم كلامي. يا انت ما بتفهم كلامي. الله لا هو ما بيفهم كلامي. انا اقول له الله يقول في القرآن لأبو بكر والرسول لا تحزن إن الله معنا، والرسول قال لأبو بكر لا تحزن إن الله معنا، وكيف يقول للرسول على شخص كافر لا تحزن؟ ما فيش آية في القرآن صريحة واضحة الله يقول على الكفار لا تحزنوا. الرسول قال الله الله قال الله. أنا برأيي لا 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 ما بدي أسمع معلش بس نقطة نقطة. أيوة. أنا برأيي هذا موضوع مش مهم. أنا أفشل العقيدة العقيدة أفهم. أيوة لأنه هذا ما هي مهمة. بس يعني إذا الله إذا الرسول معاه كافر يا أيها الرسول لا يحزنك الذي اسمع أخوي 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 قال الله قال قال الله على رسول قال قال الرسول إذا كان النبي ولا كافر لولا نزلهم مستحيل الله يقول على شخص كافر لا تحزن. كيف يقول الله على شخص كافر ما قال لي وين بالآية قال لي قال لي يقول لساحبي لا تحزن والنبي يقول وليس الله يقول أوكي النبي كيف مستحيل الرسول يقول على شخص كافر لا تحزن إلا لا معنى يعني لا تحزن يعني لا تحزن يعني لا تحزن مستحيل يطمن الرسول قال ايش مستحيل المرء على دين خليل الرسول الله قال الله يا رب انت ما بتفهم ولا شيء ما بتفهم ولا شيء ولا شيء مستحيل تخطر يقول على الشخص كافر لا تحزن ان الله معنا مستحيل والرسول قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالف وهل يكون عند الرسول انسان صديق وحشي قبيح غير مسلم المرء على دين خليله اذا قالوا ابو بكر كان الشخص مش كويس كان الشخص خبيث معناته والرسول كان خبيث الرسول قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالف لماذا لم يكن سكينة على أبي بكر؟ هناك الرسول قال إيش؟ لا تحزن. قاعد أقول لك لا تحزن على السكينة تنزل على هذا الكلام لا تحزن. السكينة تنزل على مؤمن. لماذا؟ على المسلمين وعلى المؤمنين. على المسلمين ومش على الكفار. أنزل السكينة بس على النبي. جاوب. لحظة لحظة. جاوب. لحظة لحظة. جاوب. لحظة. لحظة 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 السكينة تأييد لحظة أنا أقول لك لل عنده إيمان وأنزل لحظة لحظة عندي آية آيات آية آية غير الثانية هذا الآية الله قال شو إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار خلاص انا عندي آية اخرى 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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ابو بكر منهم وعلى المؤمنين يوم حنين هذا غبي يا اخي هو يقول لي الرسول مستحيل مستحيل الرسول يقول على شخص السكينة ليش تنزل على صاحب الرسول صح كافر وكيف يقول الله على الكفار كافر لا تحزنوا ما فيش آية في القرآن حيث قال الله ولا تحزنوا على الكفار ولا تحزنوا وين ولا تحزنوا
في بعض الآيات أنزل الله السكينة عليهم، لماذا هم ذول الدنيا أنزل السكينة عليهم؟ دليل واضح حيث قال أنزل السكينة عليهم لا تحزنوا. معك دليل؟ ببغاء أنت والله ببغاء. قاعد تعيد الكلام، كلامك فاضي مو تعيد الكلام، جاوبني على سؤالي. أنا جاوبتك، لماذا لم ينزل الله السكينة على أبو بكر؟ وين الجواب؟ مشوك. الله أنزل السكينة عليه. الله الرسول قال لا تحزن لأبو بكر إن الله معنا. معناته الله كان مع الرسول، الله كان مع أبو بكر كمان. عندك دليل؟ لا تحزن إن الله معنا، معناته الله كان مع أبو بكر في الغار والرسول صلى الله عليه وسلم. دليل عندك من النبي؟ لا تحزن إن الله معنا، هذا هو الدليل. لا تحزن إن الله معنا، هذا هو الدليل. عندك دليل من أبو بكر؟ عندك دليل من الصحابي؟ أنا أعطيك الدليل. ما عندك دليل؟ الشخص الذي كان معه في الغار كان أبو بكر. في القرآن أنزل السكينة عليهم. مستحيل في المعارك عند الرسول، لماذا في الغار وهم سنين ينزل السكينة عليه؟ فكيف يكون أبو بكر صاحب الرسول؟ كيف؟ مستحيل. وهل ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار الشخص خبيث؟ لا مستحيل. من كان مع الرسول في الغار؟ أبو بكر. هو قال لي كمان إذا كان مع إذا أبو بكر كان مع الرسول في الغار والرسول قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن. الله مستحيل يقول على الكفار لا تحزنوا. الرسول الله قال في القرآن إيش؟ يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين كفروا يصارعون في الكفر، لا يحزنك، لا يحزنك. الله يقول من كان شوف خلاص خلي السكينة نزلت على أبو بكر لأنه ما كان خايف. الله كان مع الرسول، الرسول قال لا تحزن. مستحيل الرسول يقول لا تحزن على الكافر، على شخص كافر، مستحيل. وكيف يكون مع الرسول الصاحب صديق، صديق الرسول شخص خبيث؟ والرسول قال تعرف ايش؟ المرء على دين خليله، فلينظر احدكم الى من يقلد. اذا قلنا ابو بكر هو شخص خبيث، معناته الرسول شخص خبيث، عشان الرسول قال ايه؟ فلينظر احدكم الى من يخالف. كلامكم فاضي يا جماعه، كلام فاضي هذا. الله سبحانه وتعالى في بعض الغزوات الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في رسل أبو بكر منهم. أبو بكر كان لم يكن هناك الشيعة في عصر النبي، وكان هناك السنة، أهل السنة، أهل السنة كان يكون أهل السنة كانوا هناك عند في عهد الرسول. يلفوا يدور لا لا شيعة ولا شيعة مسلم. أخوي أخوي لما الرسول نزلت عليه السكينة بالنسبة له شلون؟ لو سيدنا علي مع أبوه إيه السكينة إيه؟ مش معنى نزلت على سيدنا علي لأنه مؤمن. لا 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 قاعد اقول لك اللي وياه مستحيل ابو بكر يكون شخص كافر، مستحيل. الله ما يقول في القران ابدا لا تحزنوا. الله ما قال الكفار لا تحزنوا، الله ما قال الكفار لا تحزنوا، مستحيل. والرسول يقول لا تحزن لابو بكر شخص خبيث، شخص غير مؤمن. لقى النبي ما هو وعلي النبي طالب نايم بالفراش، قال النبي خرج وسلك وادي ميمونة. نحن نحب علي بن أبي طالب، نحب علي بن طالب، أحب علي بن أبي طالب. وأنت تكره صاحب الرسول، أنت زيك مثل المنافق. لماذا لم يكن تابعا؟ عشان منافق، عشان الله قال في القرآن، لا الله قال في القرآن، قال الرسول لساحبي أبو بكر ليش سمى صاحب؟ كانوا في الغار. لماذا سمى صاحب؟ لا تحزن إن الله معنا. لماذا لم يسميه مؤمن؟ لماذا لم يسميه تابع أقوى؟ الصاحب أضعف. أضعف؟ إيه. الله قال في القرآن وما صاحبكم بمجنون. بالضبط. من هو؟
مجنون الكفار. لا وما صاحبكم مجنون. صاحبكم لأن صاحب الكفار. وما صاحبكم مجنون. كل آية كل شو معناته وما صاحبكم مجنون؟ الصاحب. لا أنت قل لي شو معنى. يعني الله قاعد يخاطب النبي وما على صاحب الصاحب على الكفار. لا من الصاحب هذا؟ وما صاحبكم من الصاحب هذا؟ هو الرسول. أنت قلت لي إنسان. الله يقول في القرآن صاحب الشخص مش كويس. اسمع حبيبي اسمع. والله قال في القرآن صاحب الرسول. قال الله قال شو عن الرسول؟ وما صاحبكم صاحب ادعى صاحب النبي صاحب الرسول نفسه هو صاحب. هو قال لي صاحب اقوى اضعف الدليل. والله قال في القرآن ابو بكر هو صاحب. معناته الرسول نزلت الايه وما صاحبكم بمجنون. الرسول مش شخص كويس. لا ترسلنا تسكت. لا ترسلنا كلامك فاضي. كلامك فاضي. لم يكن هناك شيعة في عهد النبي. أكو لا لا يا علي من هو؟ يا عمار كان رأيت علي أهل السنة فاتبعوا طريق علي. عندي آية ما شاء الله أخويا. شكرا. الله قال في القرآن قدر قدر لما كان مع موسى نبي الله موسى شو قال قدر؟ فلا تصاحبني. معناته موسى شخص كافر شخص مش مؤمن. كلامك فاضي. كلامك فاضي. كلامك فاضي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تعرف كل شيء. الله أكبر. أبدا حتى العربية ماكو. لا شيعة في عهد النبي. لأن راح يفترقون. وفي عهد أبي بكر. لأن صاحبه. وفي عهد عمر. راح يفترقون. ما تفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قدر. أولئك هم خير البرية. فلا من هو خير البرية؟ هو قال لي صاحب شخص مش كويس. علي وشيعته. النبي قال. معناته علي وشيعته. نبي الله موسى كان الشخص مش كويس. نبي الله محمد كان الشخص مش كويس. من سماك سني؟ الإمام مالك. الإمام مالك ما يصدق كلامك فاضي. فاضي انت. الله قال في القرآن ايش؟ يحكي عن الرسول وما صاحبكم بمجنون. والرسول نفسه الله سمى الرسول شو؟ صاحب. هو قال لي أبو بكر. الله قال سمى أبو بكر صاحب. معناته صاحب أضعف الدليل. معناته إنسان شخص غير مؤمن. معناته الرسول مش شخص كويس. وكمان النبي الله موسى مش شخص كويس. كلامك فاضي. أنت تحكي يروح منا لا 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 السلام عليكم. لم يكن هناك شيعة في عهد كان وفي عهد أبو بكر وفي عهد عمر بن الخطاب. وين من وين جابوا شيعة؟ من وين جابوا؟ كلامهم كلام فاضي. يقولون أهل السنة يكرهون ويكرهون علي بن أبي طالب. نحن ما نكره. حاشا لله. أنا أحب. الرسول قال إيش؟ لا يبغض علي إلا منافق. ولا يحب إلا مؤمن. نحن نحب علي بن أبي طالب. هذا الحديث من أهل السنة مش من أهل الشيعة. أبو اسمع علي. كلام أبو اسمع كلام علي. فاضي. أنا السني أبو اسمع علي. كمان أنا جدي واسمه علي. بس رسول. الله يهديك. هو يحكي على مزاجي. الله يهديك. اسكت. انا اقول لك صراحه اخر شيء يا اخواني. انا اقول لك صراحه اي شخص. انا اقول لك الشخص كلام واضح. كلام واضح. اي شخص يقول ابو بكر وعمر كانوا غير مسلمين ومعناته كانوا انهم منافقين. معناته والرسول كان منافق. تعرف ليش؟ الرسول كان صاحب ابو بكر وصاحب عمر. والرسول قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. مستحيل يختار الرسول اصحاب مش كويس. خبيث. كلام فاضي. لقد تاب الله. تعرف آية واحدة. الله قال تعالى آية ما أمن أبو بكر بها. الله قال في القرآن
شوف 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 آخر الآية وقالوا عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها we love her so much our mother and Hafsa we love her so much Allah said إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah يريد إيش أن يطهر زوجات النبي وعائشة من أزواج النبي صلى الله رضي الله عنها وحفصة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الله قال إيش يريد الله أن يطهر يريد الله أن يطهر مستحيل الله يدلل عائشة وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدير منهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبي وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مستحيل عائشة أن تكون شخص مش كويسة مستحيل والله يريد أن يطهر عائشة وحفصة مستحيل من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أبو بكر أنت توب لا كلام فاضي مستحيل الله تعالى يريد أن يطهر زوجات النبي مستحيل شيعة عائشة اللهم لعن سنمي قريش وابنتيهما عائشة وعائشة شو عائشة شو الله صدق الرسول لا دليل مش واضح كمان هو قال انت توبى الى الله عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن سمات هو عايز يقول هو يريد ان يقول زوجات النبي مش كانوا كويسين عشان الله قال ايش عسى ربه ان طلقكن هل طلق الرسول زوجاته وهل طلق الرسول عائشه وهل طلق الرسول حفصه وهل طلق الرسول عائشة وهل طلق الرسول حفصة لا ليش إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كانوا مطهرات كانوا رب العالمين إيش قال الرسول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صح فإذا كانت عائشة كافرة أو منافقة ليش حتى أبو بكر وعمر وإذا كانوا كفار أو منافقين الرسول كان ليش ما جاهدهم صح ما شاء الله في دليل قوي كمان ما شاء الله من أخوي من أخي الله قال في القرآن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم لو كان أبو بكر أو عمر وعائشة وحفصة كانوا كفار كانوا منافقين والرسول صلى الله عليه وسلم لإيش لماذا لا لماذا الرسول ما يقاتل مع أبو بكر ومع أبو بكر عمر ومع عائشة ومع حفصة لماذا الرسول ما طلقهم عائشة وحفصة الجواب إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يريد الله أن يطهر زوجات النبي وعائشة من زوجات النبي وحفصة من زوجات النبي السلام عليكم ورحمة الله المرء على دين خليل يحكم إلى من يخالف وأبو بكر وعمر كانوا مع صاحب الرسول احنا على سنة الرسول
نحب الرسول نحب اصحابه. لا ما نكره علي، ما نكره ابو بكر. لا تروح النار تعرف تخافنا. Thank you.